السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة 10 وصفات للدجاج، حتى نقول الفراخ هنعملها ونقول فوائدها، كنتاكي، ستريبس، كل اللي انت معانا هتشوفيه. طيب معانا اول وصفة ايه يا بنات؟ معانا وراك فراخ هنفتحها بالطريقة الجميلة ديت، وتطلع معانا مقرمشة ودايبة من جوه. هنفتحها طبعا، ده مطبخ صيني فعندهم مكونات مختلفة. ده بصل اخضر، تقدر تحط مكانه بصل، تقدر تحط مكانه توم. ده صويا صوص، هتحط مكانه خل، مش عايزة طعم الخل ما تحطيش، والبهارات بتاعتك العادية خالص، وتسيبيه يتبل فيها. ايه بهاراتك؟ بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبهان، ورق لوري، ايه الكلام ده كله. ما بتحبيش طعم الخل او الصويا صوص في في المقليات ما تحطوهوش. معانا مقدارين متساويين من الدقيق والنشا، يعني كوبايه نشا وكوبايه دقيق هتنزلي فيهم كده. الميه اللي احنا حطيناها فيها، السائل اللي احنا حطيناه فيه بيبقى بيض، مع لبن، مع 7 اب وشويه ملح. وبتجيب الفراخ من الدقيق وتحطيها هنا، وترجعي لها تاني في الدقيق، وبعدين تحطها في السائل تاني اهو، وبتغمسيها بالكاتشب وتبقى جميله جدا وتطلع دايبه. لازم تتفتح الاول عشان تستوي من جوه في القلي بتاعي. الوصفه الثانيه بتاعتنا معانا صدور دجاج، بنقطعها شرايح رفيع بالمنظر اللي انت شايفاه ده. هنحط ملح والبهارات وتوم، صويا صوص، بابريكا. ما تحطي الصويا صوص لو مش عندك. معظم الوجبات اللي عندنا من المطبخ الصيني فبيبقى فيها صويا صوص، بيبقى طعمها زي الملح والخل والكلام ده كله، او رمان المزز. ما تحطهاش لو ما بتحبهاش. كاتشب، معلقه عسل، وطبعا لازم تنحط في التتبيله فتره كويس. ده معانا فتات الخبز، هم عندهم فتات الخبز. احنا ممكن تجيبي خلطه كنتاكي من عند اي عطار عندنا، او بقسماط. وطبعا هي بتنساب في التتبيله يوم او 5 ساعات او 3 ساعات، ونيجي نقلي. تطلع جميله بالشكل اللي انت شايفاه ده، مقرمشه حلوه. هناخدها بتغمسيها بقى بالكاتشب، توميه، اللي انت عايزاه. الوصفه الثالثه معانا، معانا صدور فراخ قطعناها مكعبات، بنتبلها بالثوم. بتجيبي ثوم مهروس وتحطيه معاه، وده طبعا صويا صوص. صويا صوص قلنا نحط مكانها خل وليمون، ومعلقه عسل يا نحل يا سمار، ومعانا نشا وملح اهو، نشا وملح، وتسيبيها تتبل معاكي. هنجيب شويه توم كده، كام، 10 فصوص. وهما على فكرة التوم الكامل غير المتقطع غير المهروس، بيديك طعم مختلف. فالتوم هنا كامل. ومشروم، ممكن تستغنى عن المشروم. وحطينا الفراخ بتاعتنا وزيناها بأي حاجة خضرة من فوق، بعد ما طلعناها من النار تبقى مستوية بالجمال ده. عندنا أجنحة الفراخ بتاعتنا العادية اهي، بسم الله ما شاء الله جميلة اهو. حطينا، بننقعها في بيبسي وصويا صوص او دبس رمان زي ما انت عايزه. ممكن تحط خل وليمون برضو، ومعلقه عسل او معلقه كاتشب. وبعد ما نقعناها يوم كامل دخلناها في طبعا احنا شلنا العظم الاول وحطينا حشو جوه، بطاطس مسلوقه، لحمه، او ممكن تسيبيها زي ما هي من غير حشو. وكل 10 دقايق بتطلعها من الفرن وتسقسقيها من الحاجه اللي كانت منقوعه فيها، تطلع معاكي جميله ودايبه بالطريقه الجميله دي. طبعا هي محشيه من جوه عشان كده منفوخ، نقدر نعملها من غير حشو. الوصفه الرابعه بتاعتنا، عندنا برضو صدور فراخ، عندنا بابريكا، معلقه كاتشب، معلقه خل لو انت حباها في الاكل. هما المطبخ بتاعهم فيه المزازه والحلاوه الاثنين مع بعض. ما انتش حابه طعم الخل او الدبس الرمان او الصويا صوص، دي حاجات كلها حمضيه قويه، ما تحطهاش. معانا بيضتين ونشا ودقيق وبهارات، وبنعمل السائل اللي احنا بنعمله فيهم اهو، وبتسيبيها منقوعه في السائل بتاعها بالبيض بكل حاجه، وتاخديها تقلي بدل ما تنقلي من طبق لطبق. ونقلت وبقت جميله خالص. طبعا الكنتاكي بتاعنا طالع جميل، بسم الله ما شاء الله. طبعا دبابيس زي دي بتجيبي دبابيس الفراخ الصغيره عشان تستوي معاكي. بنخرمها كده بشيش طاووق او بسكينه،
عشان التتبيله تدخل جواها. ثوم، ملح، بهاراتك، صويا صوص، معلقه كاتشب، معلقه عسل، طبعا لبن حليب او زبادي. طبعا الزبادي احلى او رايب. وسيبهم منقوعين، دقيق ونشا، ونقلبهم مع بعض. وبيضه، وحطيناهم على الفراخ اهو، حطينا على الفراخ شويه نشا وبيضه، وفي هنا دقيق ونشا وعليها بيضه، بناخد من هنا ونحط هنا، تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. طبعا في وصفتنا ديت الفراخ بنحب التغيير، بتتعمل معانا في العيش، هناخد مكونات العيش، ميه وميه مغليه وشويه دقيق وميه مغليه ومعلقه ملح ومعلقه سكر، وعجناها كده بالطريقه دي وقطعناها. مفيش لا خميره ولا بيكنج باودر، هنعمل كور، وبين كل كوره وكوره شويه زيت عشان نورقهم. وعلى اي طاسه بقى، مش لازم الجهاز اللي هم استخدموه ده. شوفي هيطلع بالجمال ده، والعيش جميل وطري، تقدري بقى تحشي اي حاجه، وبنغطيهم عشان يتنهم طراي. معنا طبعا فراخ، صدور فراخ مقطعينها ومتبلينها، بابريكا، ثوم، بصل بودر، كمون، بهارات، وحطينا عليها لبن رايب، بنحطها في دقيق ونشا، نفلفلهم كده وتنزل. هي نزلت فيها بميه متلجه ليه؟ عشان تمسك على الدقيق وتعمل طبقه مقرمشه. فهمت النقطه دي؟ دي بتتعمل في المطاعم الكبيره. يبقى عندك شويه ميه متلجين محطوط في مكعبات تلج، تجيب الفراخ او الصدور وتحطها فيه، بنحطها، ده بيديك الطبقه بقى المكرمشه اللي فوق، اللي العيال بيحبوها المقرمشه دي اهي، ومن غير بيض كتير ومن غير حاجه. شفتي انت النقطه دي بتتعمل كده. وتحطي بقى في السندوتش بتاعك صوص، تومية، كاتشب، مايونيز، اللي انت عايزاه، وترص الفراخ ومعاه مخلل او خيار، ويطلع بالشكل الجميل التحفة اللي احنا عاملينه ده. والف هنا وشفا. الوصفة التانية معانا صدور، صدور فراخ متقطعة شرايح صغيرة، معاها توم، بهاراتك بقى عرفتي، الاخضر بتاعهم ده بصل اخضر او توم اخضر، اسمه التوم المعمر، فبيعملوه كده. ما عندنا، ما عندكش ما تحطيش. وبطين ونشا، النشا بتخليه صلب جدا جدا جدا، للناس اللي بتحب المقرمشه ان هي تقطم، مش عايزه القطمه الجامده دي، هتحط دقيق. انا بعمل الوصفه دي كده معايا على طول، من غير ما اجيب من الطبق ده احطه في الطبق ده، بحطه كله على بعضه، واحط معلقه نشا ومعلقه دي، بيبقى قرمشتها وسط كده. شيش طاووق، فلفل احمر، ثوم، بصل، زيت، زبادي، لبن رايب، شطه اهو، وزعتر. ده زعتر يا جماعه، الزعتر ده مضاد حيوي قوي جدا 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 جدا، لازم تحطيه في اكل كله. فرم ناعم اهو، وحطينا فيه مكعبات الفراخ، وبات في التلاجة من يوم الاثنين، تنها جميله جدا. لبن الرب بيخليها طريه جدا يا بنات. ودي اتعملت على الجريل، في على الجريل على البوتاجاز، ممكن تعمليها على فحم، في فرن، زي ما انت عايزه. اجنحه الفراخ دي طبعا الفراخ بتبقى اجنحتها فيها لحمه جميله، وبتتعمل، وعملنا وصفتها. صدور فراخ عليها بصل وفلفل احمر، وطبعا استخدمي البصل الاحمر وفلفل الوان وفلفل اخضر. طبعا الفلفل الالوان، انا بعمل الفلفل، بجيب الفلفل الاخضر واحمره عندي، هتلاقي الوصفه موجوده عندك تحت. والعيش عملناه، والتوميه اهو، ونحط معاها كرومب وموتزاريلا او جبنه رومي زي ما انت عايزه. صوص الجبنه بتاع المطاعم الشهير بيتقدم مع كل الوجبات، حبيت ان انا احط لكم مع الفراخ عشان تعرفين. طبعا 3 معالق دقيق، 3 معالق دقيق او 4 حسب كميه الصوص اللي انت عايزاه، كل ما زودت الدقيق كل ما الصوص عندك كان كتير. قد السمنه قد الدقيق او الزيت، 4 زيت 4 دقيق، وبتنزلي عليهم بلبن وانواع ميكس بقى، جبن، موتزاريلا، على شيدر، على رومي، لازم تحطي شيدر لانه هو اللي بيديك التخن والقوام ده. طبعا الناس اللي بتشتكي ان ركبها بتوجعها، ضهرها بيوجعها، شعرها بيوقع، بشرتها باهته،
استخدمي رجول الفراخ كلها كولاجين، هتلاقي شعرك بيطول، شعرك بيطول وضوافرك كويسه وركبك كويسه، بتتنظف جميله جدا. الوصفه بتاعتنا حطيناها في الميه، نقعناها في الميه ومعاها ليمون. احنا بنسويها على النار، احنا نقعناها شويه في الميه وبعدين سويناها في ميه مسلوقه. نيجي بقى بعد ما سلقناها، ده اللي بيديها الطعم بقى، شويه توم، شويه شطه، شويه بصل، ليمون، صويا صوص، كزبره. تقدري تستخدمي المكونات اللي موجوده في بيتك انت، تاخدي فكره. وقلبناها لحظه ان هي مستويه ودخلت الفرن شويه وطلعت. ده طبعا طب احنا ما عندناش المكنه الكبس اللي هي الشوايه دي، هتجيبي طاسه تيفال تحطي السندوتشات فيها على النار وتروحي كبس عليهم بحاجه تانية، بصينيه تانية وحاطه فيها قالب طول، بيطلع لك نفس الحاجه دي. انا بعمل كده. صدور فراخ، خل ابيض وملح وفلفل اسود ودقيق، نعمل الخلطه ومتبله بهارات. لازم الدقيق ده يبقى عليها نسبه نشا اهو. دي ببقى اسمه باربيكيو صوص، ده اتكرر ده، معلش بقى. النقع بقى بيتنين في التلاجة، يتنقع من يوم لاتنين لتلاتة، لو انت بتعمليه في نفس اليوم اقلها يتنقع 3 ساعات في التتبيل. طبعا نقدم معاها البطاطس الجميلة المقرمشة، ينعمل في السندوتشات او يتقدم معانا بطاطس تكون مخصصة للآلية يا بنات، وما تزوديش المية كتير وهي بتنسلق عشان ما تفكش معاكي في الزيت، دي اخطاء انا وقعت فيها. وبتعجنيها بنشا وعليها ملح بس كده، وتنزل معاكي بيبقى طعمها تحفة الصراحة. دي كفتة فراخ بقى يا بنات، بصل عليه كزبرة او شبت وصدور فراخ مطحون، تطلع معاكي بالطريقة دي. طبعا لما تجيبي من العطار ما تجيبيش الحاجات السايبة، التوابل السايبة، لانها كلها ملح صيني. هات اللي هي الفاين فودز، الاكياس دي بتجيبي طعم الفراخ المشوية، الكباب. تحطي الأجنحة بنقطعها كده بالسكينة، ننزل عليها بالبهارات والشطة والقرفة والجنزبيل وكله، والبابريكا بتديك طعم حلو، وفلفل أسود ودخل ولبن رايب وكاتشب. وبرضو عملنا نفس فكرة العيش بتاعتنا اهو، وعملناها قليناها وبسم الله ما شاء الله. لعمل العيش ده معاك دقيق ومية مغلية وملح وسكر. الملح بيبقى مثلا اكتر من السكر شويه، ما بيفرقش عامه، اصل انت هتحطي مثلا معلقه شاي مليانه ولا حاجه. بنغطيها بزيت عشان ما يقشفش مننا، ولازم العجينه تستريح شويه. وصدور الفراخ اهي تشويحه اهو، من غير زيت، من غير زيت كتير يعني، من غير قليه يعني. بنحط بين كل طبقه وطبقه نشا، دقيق عليه نشا، قصدي زيت عليه نشا، معلش. مجرد ان ده يسخن من فوق، ده يسخن هيفصلوا عن بعض، هتاخدي كل طبقه من التانية وتحمر لوحدها. رجول الفراخ بتتنشل منها عشان لو في زفاره، وتقدري بقى تحطي التوابل، حطي ثوم وحطي بصل، ممكن تشوحهم في حته سمنه فلاحي، تلاقي الشعر بيطول للارض من غير ادويه، من غير اي حاجه خالص. الشيش طاووق بيبقى طعمه جميل قوي يا بنات، وبيتقدم مع رز اصفر، رز ابيض، مع العيش اللي احنا عملناه دلوقتي، وعيش من غير خميره، وبيتقدم مع صوص الجبنه اللي احنا برضه عاملينه دلوقتي. الفيديو كله عباره عن كل ما يخص الفراخ، يعني ايه جميل ما شاء الله. بطين نشا، البهارات بتاعتك، ولازم يبقى في النشا ودقيق. انا جربتها بالنشا بس يا بنات وحشه قوي بالنشا لوحده، فانت اعملي نشا وده خلطه الكنتاكي اللي بتنباع عندنا عند العطار، رخيصه خالص يعني. كنت جايبه شويه كتير ب5 جنيه، بس خلي بالك في الحر ده لازم تبقي واخده بالك ان هي ممكن تكون مسوسه في الشكار، وبتطلع حلوه فعلا زي الفيديوهات هنا. اوراق بقى معانا في الاوراق ديت ايه بقى، عشان ايه عمالين نتكلم كده؟
معانا بصل، بصل احمر، فلفل احمر. الفلفل الاحمر لو ما عندكش فلفل احمر تستغنى عن عنب البابريكا. رايب، رايب جميل، او الزبادي وزيت وتوم وبهارات وكاتشب، وتسيبها في التتبيله، بات في التتبيله. ونفس التتبيله ده سر بقى، نفس التتبيله دي بتحطي فيها طماطم اجنحه، بتطلع جميله قوي. بيطلع الاكل كله طعمه جميل قوي. وتدخل بقى في الفرن تطلع حلو. معانا صدور فراخ متقطعه، البصل، لا اله الا الله. الفكره دي تقدري تستغني عنها بطاسه تيفال، تحطي فيها السندوتشات وتحطي فيها طاسه تيفال او حله تقيله، وتحطي في الحله قالب طوب، تاخدي نفس الفكره دي. الفكره دي ايه؟ بتخلي المكونات تسيح مع بعضها والسندوتش يمسك نفسه ويبقى طعمه حلو، ويبقى بالطريقه اللي قدامك دي. معلش بقى الفيديو اتكرر تاني. ده مايونيز، توميه، هنعمل التوميه مع بعض، التوميه الاصليه بقى السوريه من شيف سوري، تحفه بقى. صدور فراخ هنقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده، ومعها فلفل، زبده او زيت. طبعا انت الزبده راح تنحرق، فانت بتستخدمي زبده نوعها حلو مع شويه زيت عشان ما تنحرقش وتديك نفس الطعم اهو. والجبنه بقى شويه توم مكانها، وشويه نشا، لبن، البهارات، هنعمل وايت صوص ونزلنا بيها فيه. لو عندك كريم الطبخ حط كريم الطبخ، هتبقى جميله قوي. لو عندك حته قشطه، علبه قشطه حطيها، بتبقى تحفه في الوصفه دي، هتديكي طعم التدخينه كده. وتقدميها زي ما انت عايز بالوايت صوص بتاعها. دي طبعا الفراخ بالشيتوس. بتطلعي صدر الفرخه، هنعمله بانيه، بينزل في اللبن والبيض، وبعدين الشيتوس بتاعنا كسرناه كده. طبعا حاولي تحطيه في الفريزر 5 دقايق ولا حاجه قبل ما تيجي تقليه، عشان الشيتوس ما يفكش منك في الزيت. صدور فراخ شكلها تحفه يا عيال، ايه ده، واحد جاع والله. طبعا تقدري، بصي الفيديو مليان وصفات موفره. فراخ، فراخ، لا مش انت، ما انت مش هتعملي العشرين وصفه، ملح وفلفل. الملح والفلفل، وبتدلكيه، ده تدلك الفراخ على دقيق، حته سمنه، زبده، دي سمنه، لا دي زبده، ونحط معاها شويه زيت عشان ما ينحرقش، بس الزبده يبقى طعمها حلو لانها بتفرق فعلا في الفراخ، هتحس بفرق شديد يعني. احنا عفرناهم بشويه نشا على دقيق. ممكن بقى تحطي ملح وفلفل وبابريكا وبصل بودر، التوم البودر بيديكي ملح، فخلي بالك من النقطه دي برضه اهو. وفي النص حته زبده برضو، عليها توم، ده صويا صوص، دبس رمان، معلقه عسل اها. الطعم اللي انت بتحبيه والمتعرف عليه عندك، وخل ابيض. الخلطه ديت هتبقى مززه، مش عايزاها مززه، ممكن تعملي، وممكن تحطي دبس رمان برضو، حط معلقه عسل ابيض بس لو انت عايزاها حلو، ومعاه شويه خل. عندك دبس رمان باربيكيو صوص حطي، متوفر عندك، هتطلع اللون ده بقى من العسل ومن الصوصات. طبعا الصوص الغامق، بس العسل بيديك اللون الجميل قوي ده. دايبه وطريه جميله. وممكن تغطي الصينيه بتاعتك من فوق اللي بتحطي فيها عشان تستوي مع بعضها بطريقه احلى، جميله. مجموع الاطعمه اللي انت عايزاها حطيها، صويا صوص حطي، دبس رمان حطي، طبعا معلقه العسل دي لازم تحطيها اهو. قطعناها، حطينا زيت، عفرناها بدقيق ونشا عشان تبقى ماسكه نفسها وما تنحرقش. نفس الوصفه، حطينا شويه توم، شويه عسل، شويه خل، صويا صوص او باربيكيو صوص اللي انت عايزاه، وبسيبها تستوي. معانا بقى الفرخه كلها دايبه ومحشيه، بسم الله ما شاء الله،
وبتعمل سندوتش جميلة جدا جدا جدا. ده مية النقع عشان تخلي الفرخة بتاعتك حلوة، مية عليها ملح على خل على شريح ليمون، وبتحط الفرخة نية فيه، ودي البهارات بتاعتك بقى، وبصل وهرسة شطة وليمون وتوم وبابريكا، بهاراتك بقى، وحطت خلي برضه، والتتبيلة هتنحط فيها فترة كبيرة قبل ما تيجي تشيلها وتحطها في الفرن. هنشيل التتبيلة من عليها لأن التتبيلة فيها بصل وفيها فلفل هينحرق، ورشينا عليها شوية زيت تبقى حلوة كده، وتلف وتدور معانا على الشيش بقى. ودي يا معلم جميلة جدا 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 جدا. أتمنى يكون عجبك الفيديو والوصفات بتاعتنا، اشتركي معانا في القناة، حطي اللايك يا جميل.